الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في مرسيدس مني غواصة إخواني مسكرة برا، رجاء افتح. طيب، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من أعظم الأسباب التي تكسبك نور المجلس أن تنسب الفضل في هذا المجلس إلى الله، وأن تعلم من داخل قلبك أن الذي وفقك له هو الله، وأن خزائن النور وخزائن الهداية وخزائن الفوز والفلاح هي فقط عند الله، وأن المتكلم والمستمع مخلوق من مخلوقات الله يفتح الله جل جلاله عليه حسب توجه المستمع، ويفتح الله جل جلاله عليه حسب طلب المتكلم. فعندما يجتمع الطلب والصدق عند المتكلم وعند المستمع يفتح الله جل جلاله علينا بما فيه خير لنا جميعا. الله أعلم بقلوبنا، الله أعلم بمقاصدنا، الله أعلم لما جئنا. ما جاء واحد منا لا متكلم ولا مستمع إلا يشكو مرضا في قلبه، وجئنا إلى مشفى القلوب، وجئنا إلى مستشفى القلوب، بس ما فيها أبر ولا حبوب، ولكن فيها مجلس في رحاب الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. نسمع عن علام الغيوب جل جلاله حتى تطيب هالقلوب. ولا يا إخواني، ما فيش علاج للقلوب في الخارج. الخارج فساد القلوب، الخارج خراب القلوب، في الخارج فساد اليقين. كلام الناس في الخارج: المال ينفع، المال يرفع، المال يعز، فقد المال يذل، المسؤول يعز، صاحب المنصب يعز، العزة بالمناصب، العزة بالكراسي، العزة بالأموال، العزة بالقوة. وفي مجلس الإيمان تسمع أن العزة لله وأن العزة لله جميعا، فبتسمع الكلام الحقيقي، تسمع الحق. في الخارج باطل، وإذا القلب كل يوم متعرض للباطل فبيربى فيه الباطل، وإذا ما عرضت القلب مباشرة بعد كلام الباطل لكلام الحق فبيخرب القلب. عشان هيك حاجتنا لمجالس الإيمان هي أشد من حاجتنا للطعام والشراب. حاجتنا لمجالس الإيمان والله هي أشد من حاجتنا للهواء. فإن كنت صاحب إيمان وفقدت الهواء ومت فأنت من أهل الجنان، وإن حصلت الهواء والطعام والماء والشراب والنوم والراحة ولكن ما في دين فخسرت الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. وصلاح هذه المجالس يا إخواني في الله مقصودها صلاح القلوب، مش صلاح الأعين ولا صلاح الآذان ولا صلاح اللسان ولا صلاح الأبدان، إنما البدن كله يدور على دوران القلب. وهذا القلب يصلح عندما يسمع كلام الإيمان، ولكن هنالك مرض خطير هو أشد الأمراض التي تصيب المؤمن، التي تصيب المسلم، التي تصيب الملتزم، التي تصيب المصلي والمنفق وأحيانا المجتهد والمتحرك والداعي وطالب العلم والذاكر والمجاهد في سبيل الله وأصحاب صاحب الخير، بصيبه مرض. هذا المرض من أكثر الأمراض خطر، وهذا المرض هو أكثر مرض يؤرق المؤمن ويضايق المؤمن، لذلك هي من أكثر وأصعب مشاكل الشباب، لا يجدها البعيد وإن كان مصابا بها. البعيد
يكون مصاب بهذا المرض ولكن لا يجده، يعني ما بيستشعر فيه، ما بحس أنه هو مصاب بهذا المرض. أما هذا المرض يشعر به المؤمن، يشعر به الشاب الملتزم، يشعر به الشاب الذي حافظ على بيئة الإيمان لفترة طويلة، مثلا جاء لرمضان وحافظ على رمضان وقيام وصيام ومجالس علم وإيمان وحصل خشوع وغير ذلك، فإذا حصل هذا المرض يشعر بضيق شديد. شو هو هذا المرض؟ قسوة القلب. قسوة القلب. وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أشد قسوة من الحجارة. ليش؟ لأن الحجارة رب تعالى وصفها فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، حجارة، النتيجة لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا الحجارة، هذه الجبل. ولكن أحيانا يكون قلب المسلم أشد من الحجارة، قد يصاب بهذا، وهذا درجات متفاوتة. شو علامات حصول المرض؟ كيف بتعرف أنك أنت مصاب بمرض قسوة القلب؟ قبل ما تروح عند الطبيب ليعالجك لازم يعمل لك فحوصات. فبقول لك هاي الفحوصات بنشوفها، إذا كان عندك كذا وكذا وكذا نسبته عالية فأنت مصاب بهذا المرض، إذا النسبة عادية أو قليلة فأنت مش مصاب. هنالك علامات إذا وجدناها يعني نحن مصابون بمرض قسوة القلب. وطبعا يا إخواني حتى أبشركم كلنا مصاب بهذا المرض، ولكن متفاوت الأمر. يعني القلب الذي يتأثر بكل شيء وبأي شيء وفي أي وقت وفي أي حين، تقرأ عليه آية مباشرة يخشع، في أي مجلس يخشع، هذا لا يوجد منا من هو بهذه الحالة. وذكر بعض العلماء أن هذا الحال لم يكن إلا الأنبياء، وهذا تفسير قوله جل جلاله إلا عبادك منهم المخلصين. قال المخلصون بفتح اللام هم أعلى من المخلصين بكسر اللام، وهم فقط الأنبياء الذين لا يمس الشيطان قلبهم. أما ما دون الأنبياء من الصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى زماننا إلى قيام الساعة فهم من المخلصين، وقد يصابوا بشيء من قسوة القلب، ولكن تذهب وتأتي، بتروح بتجي، بتزيد وبتنقص. ما علامات قسوة القلب؟ أول علامة من علامات قسوة القلب النفرة من مجالس الإيمان. النفرة من مجالس الإيمان، يسمع عن مجلس إيمان، يسمع عن مجلس علم، فما بطيء النزل المسجد، يحس حاله يعني متضايق، ما له خلق. إذا حدا حكى مرة اثنين الثالثة بيجي لخانقه، خلصت أنا عارف بس ما بدي أنزل، ما بدي أجي، ما بدي أحضر، في نفرة. والعلامة الثانية اللي هي مكملة العلامة الأولى في إقبال على مجالس اللهو واللعب، وذلك كما قال الله جل جلاله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لم يكتمل إيمانهم. فقد يكون مؤمن ولكن أحيانا يصيب قلبه شيئا من الإشمئزاز، يعني النفرة ولو كانت بسيطة اللي بتصيبك إذا سمعت عن مجلس إيمان ومجلس علم، يعني بمعنى آخر عدم وجود الشوق والرغبة التي تدفعك مباشرة لأن تؤخر أي شيء، لأن تستعجل في قضاء حوائجك، في طعامك، في شرابك، في البيت، شو فيه، ليش مستعجل، شو الموضوع، عندي مجلس إيمان، عندي جلسة لقلبي، لأنه لو الدكتور عطيني موعد عشان يعمل لي جلسة لعلاج فيزيائي لجسمي إذا كنت مريض أو غير ذلك، فما بقدم عليه شيء لأني أتيقن أن هذا المجلس حاجتي لكي أستمر في الحياة، حاجتي أن أجلس مجلس العلاج الفيزيائي. من علامات سلامة القلب، ليش سلامة القلب؟ لأنه هو الناجي يوم القيامة،
سيدنا إبراهيم إيش قال؟ يوم لا ينفع مال، قد ما حصلت، قد ما جبت مليون ولا ملايين، مليار ولا مليارات، ما بينفع شيء. هاد عملة ما بتنصرف. طلع على بالعملة اللبنانية على أي دولة بيصرفوا لك إيه؟ جامعة لبنان؟ وين عملة لبنانية؟ طب نزل معك ذهب حطهم تحت راسي بالقبر، دولار، عملة صعبة، صعبة وسهلة، مش مصروفة عنا، ما بنعرفها. ملائكة شو هاي؟ يوم القيامة ما فيش إلى وزن، تطيش. أنا عندي كان عقارات، عندي شهادات، عندي كان أموال، ما بتعمل شيء، ولا شيء. لا تقدم ولا تؤخر شيء، بل بالعكس، توقف أحيانا صاحبها لسؤال وإن كان مؤمنا. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. 2 مرئين على الحاجز، 2 معهم وراء مزبوطة، بس واحد سيارته معباية، واحد سيارته فاضي، ما في يقول له 2 مرؤه، أنت مرؤ فاضي، مسكين معك شيء، أنت وقف. بدنا نسألك بس هول مو وين جبتهم؟ يمكن كلهم جيبهم مزبوط، بس أقل شيء بدنا نسألك لا نعرف. بعد ما نخلص السؤال بنمشي. قال 500 عام بس سؤال، كيف طلعتهم؟ يلا بلش، طلع لي الفواتير، طلع لي الحسابات، كيف فوتتهم، كيف ظهرتهم، وين جبتهم، وين أنفقتهم. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: وحدي مالي، من أين به، من أين أخذه، وفيما أنفقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيوم لا ينفع مال ولا بنون، أنا عندي عائلتي وعندي أحفادي وعندي أولادي وعندي عشيرتي وعندي ما بينفع شيء، بل بدي يهربوا منك. إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب إنه ما يكون في قساوة. ما هو القلب السليم؟ من علامات القلب السليم أن يكون عنده شوق يومي إلى بيئة الإيمان، وهذا الشوق يا إخواني مش مرة بالأسبوع، سامحوني، يومي، مش خطبة الجمعة بس، مش نهار أحد وتنين بس. أن يصل إلى مقام 24 ساعة عندهم قسمة في يعني وقت من 24 ساعة، هذا اسمه وقت الشوق. إذا الشوق عندك مش موجود بالأساس فده مصيبة، يعني نسبة المرض عندك عالية، التشخيص اسمه تشخيص المرض. وإذا عندك الشوق بس لنهار الجمعة كمان بعد عالي، بس أقل من غيرك. وإذا الشوق عندك بس ليوم غير يوم الجمعة كمان بعده موجود. من أفضل النسب أن يكون عندك شوق يومي لبيئة الإيمان، سواء كان تعليم، سواء كان مشورة، سواء كان زيارة، سواء كان جولة، سواء كان مجلس علم، سواء كان ذكر لله، بس عندك تفرغ لمجلس تحيي فيه القلب، وهذا بشوق. من علامات قسوة القلب عدم وجود الشوق. وبالمقابل الاستئناس بمجالس غير الإيمان. ورق شديد إيش؟ شو وحدة صارت زينا مش منتبهين؟ يلا نخلص الداء بس. أرجيلي فيلم 2.5 ساعة، مسلسل بحضره، مباراة، أخبار، جلسة عائلية، سهرة، ممكن تمد ساعات. من علامات الإيمان إذا كنت جالس، مش عم بتكلم عن حرام وحلال، قد تكون مجلس حلال، بس من علامات سلامة القلب إنه مش قاسي إذا كان في مجلس يتكلم فيه بالحلال، مش عم تكلم حرام، لأنه الحرام ما فيك ولا دقيقة المفروض تقعد، إذا في غيبة ونميمة مباشرة تنسحب، استهزاء بالدين تنسحب، يعني أي شيء فيه قدح للحرمات تنسحب. لا، عم بتكلم بالحلال، مدة نص ساعة. القلب بيعطي مؤشر سريع للعقل، شو صار لنا نص ساعة عم نحكي ما في شيء، شو عم نعمل؟ قال والله بعنا واشترينا وأكلنا وشربنا، يا زلمة خلينا نحكي الله شوي. شنك كان الصحابة رضي الله عنهم يأتي إلى صحيح قال تعال وين يا شيخ نذكر ربنا ساعة، قال زهقان رايح أقعد بمجلس إيمان، مين يحدثني أو أنا أتكلم، بس مهم في مجلس إيمان اتكلم أو اسمع. لذلك يعني إذا جلست في مجلس مباح كل شوي القلب بيعطيك مؤشر، فبتدخل الدين ترجع بتكمل قاعدين سهرة عائلية، جلسة مع رفاقك إخوانك، ولكن دائما القلب شغال. بس تحس القلب قاعد ساعات
وما بعت لك إنذار اندم. ولا بدنا نرجع نعمل فحوصات، وين الإشارات اللي كان يعطيني إياها؟ بدنا نرجع نعمل مراجعة للقلب، لازم يعطيني مؤشرات إنذارات إنه صار لك وقت طويل ما سمعت فيه عن الله. ممن هيك خرجنا معهم وجلسنا معهم في مشايخ العالم، كنا إذا جلسنا على الطعام كنا شو جايين من جولات وزيارات ومشورات وحلقات تعليم، بس قعدت على الأكل ونأكل ونشرب، فيقعد يتكلم عن قدرة الله في هذا الطعام. ما بيقدر يعني، وصل لمرحلة يمكن البعض يشوفه كتير خلص كتير يا زلمة، ما قال كنا بالدرس خلينا نضحك لنا شوي، خلينا يعني. هذا يا إخواني مقامات. عدنا شربنا شاي وزنجبيل بعد الأكل، قعد يتكلم عن قدرة الله بالزنجبيل، كيف ربنا ذكره في القرآن وكيف علاجاته البدني، هو درس طب وصار يتكلم، عم يتكلم يعني هو بنفس يعني الناس، هو مش ملك يعني مثل الناس، بيتكلم بما يتكلم به الناس، بس بينسب كل شيء إلى الله. هذا قلبه سليم، هذا نسبة المرض عنده ضعيفة. من علامات قسوة القلب جفاف العين. بيجي الدكتور بقول له ليش هيك جلدك، ليش هيك الضفير عندك، في عندك نقص بالكالسيوم. شخص كالسيوم بضفري، لا هذه مؤشرات، هذه مؤشرات لهذا. دمع العين مؤشر للقلب، وهذا من نعمة الله انه بتقدر تمتحن نفسك بنفسك. امتى كان اخر مره بكيت؟ جواب انت جواب. امتى كنت اخر مره جالس تذكر الله بكيت؟ امتى كنت اخر مره عم بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيت؟ امتى تذكرت حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فبكيت؟ متى تذكرت الروضه الشريفه والمقام والكعبه والسعي والصفا والمروه والحجر الاسود فبكيت؟ متى رفعت ايدك في الدعاء اخر مره وبكيت؟ غير الدعاء وراء الامام برمضان وبالتراويح وبالقيام وبالوتر، غير انت لحالك. متى كنت مارق بطريق وشفت الشباب وشفت مرائص، شفت ملاهي ليليه، شفت ضياع بين الشباب والبنات فبكيت؟ متى كانت اخر مره؟ اذا كان من قريب فاحمد الله وقل اللهم لك الحمد على نعمة البكاء من خشيتك، ووفقني لأن أستقيم على هذه النعمة ولا تحرمني منها بذنبي وضعفي. وإذا كانت بعيدة فاعلم أن المرض قوي وبدو علاج سريع، لأن من علامات سلامة القلب أنه يؤثر في البكاء فتدمع العين. عشان هيك ربنا جل جلاله ماذا مدح أهل القلوب السليمة؟ قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فعلامة حياة القلب أنه يتأثر. انتبه، مش معناتها البكاء أمام الناس، لا بالعكس، بل من علامات الإخلاص أن لا تبكي أمام أحد، ومن علامات الإخلاص أن تبكي إذا خلوت. إذا كان في عندك خلوة حتى أقرب الناس إليك، زوجتك وأولادك وإمك وأبوك وإخواتك، لا أحد يراها، وأن تحاول أن تخفي العبرات كما تخفي السيئات. لو وقع واحد منا بسيئة لا يحب لأحد أن يراها، يخفيها. وكذلك العبرات المؤمن يخفيها ولكنها تكون موجودة. إذا كانت موجودة فهذه نعمة. فإذا من علامات قسوة القلب النفرة من مجالس الإيمان، والأنس بمجالس اللهو والضحك واللعب. ومن علامات قسوة القلب الجفاف بالعين. رابعا من علامات قسوة القلب كثرة الدروس والمواعظ والخطب والآيات والأحاديث التي تسمعها ولا يتأثر قلبك، يعني عدم التغيير. وهذا يا إخواني في الله في الناس على أربعة أصناف، احفظوهم وشوف أنت من أي صنف. الناس على أربعة أصناف،
الصنف الأول سريع التأثر سريع التغير، يعني إذا سمع مباشرة بيتأثر بس ما بيطلع لبرا ساعتين ثلاثة غير بيرجع. والنوع الثاني عكسه وهو أفضل الأنواع، لا مش أفضل الأنواع، هلا بنشوف أفضل الأنواع، عكس النوع الأول وهو بطيء التأثر، هذا عنده علامة من علامات قسوة القلب، يعني بيقعد 10 سنين يقعد بمجالس الإيمان صاحب يتغير، ولكن إذا اقتنع بأمر والتزم به لا يترك لا يتقلب، ما عنده تقلب، بيطول لا يقتنع في أمر ولكنه إذا تمسك بأمر فلا يتركه. الأول سريع التأثر سريع التقلب، الأول بطيء التأثر بطيء التقلب، الثالث وهذا أفضلهم الذي يتأثر بسرعة، وهذا دليل سلامة القلب، سلامة القلب أنه إذا سمع استجاب. بنسأل أهل الطب بيقولوا لنا علامة العضو السليم أنه إذا أعطيته الدواء استجاب لك وتحرك، ولكن إذا عم تعطيه الدواء ما عم يستجيب فهذا دليل أنه هذا العضو ميت أو يقارب الموت. فدليل حياة القلوب أنه يكفيه مجلس. صحابة قلب سليم، ورد في الأثر ماشين على بيت المقدس، أخرجوا لهم في طريقهم نساء شبه عاريات وأموال في الطريق، فأبو عبيدة بن الجراح أمير الجيش قال آية واحدة، قال يا أيها الناس إن ربكم يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بس رجع النساء قال لهم القساوسة شو الوضع طمنونا مش الحال، قال هؤلاء مش بشر. ليش؟ قال هؤلاء حجارة ولا واحد طلع فينا. لهم كيف؟ استجابة، سرعة استجابة. ربنا مدحهم، قال جل جلاله الذين يستمعون القول اسمها شو باللغة العربية؟ فورية، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله. اللهم اجعلنا منهم. كثير مواعظ اليوم، شو بتقلب يا زلمة 100,000 موعظة بطلع قدامك، 100,000 خطبة و 100,000 درس و 100,000 مقطع إيماني، كثرة دروس كثرة المقاطع وكثرة الحالات وكثرة الرسائل، بس وين القلب؟ قلب اللي مستعد، ما بده كل هول القلب، قلب السليم ما بده كل هول، قلب السليم آية بتكفيه، قلب السليم كلمة تكفيه، لأنه هو قلبه جاهز، حارس الأرض ومجهزة، أول ما تكب في البذرة بيمتص وبيبلش ينبت. أما القلب اللي مثل الحجر لو بتكب عليه أفضل أنواع البذور في الأرض وبتحط عليه أفضل أنواع المياه، بتقول له يا شيخ عبد الله شو عندك أفضل أنواع مقويات للنباتات بدي حطه، حط له أفضل أنواع مقويات، ما بينبت لأنه حجر، ما ينبت الحجر. أما القلب المحروس الجاهز السليم اللي ما عنده قساوة قلب، مو مجرد ما تحط له بذرة الإيمان ينبت نبات حسن، تلاقي دغري أزهر. عشان هيك بتلاقي شباب يجت على المسجد ما إجا أول شهر غير تغير، وبتلاقي ناس يصلى بالمسجد 10 سنين ولا كان يتغير، وبتلاقي إنسان أول خطبة جمعة بيجي بعد خطبة سلم عليك شيخ، قال أنا أول مرة بسمع الخطبة، أول مرة بيجي بيحضر المسجد، ولكن أنا خلص نويت غير، أنا نويت بدل، أنا وقفت كذا وكذا وغيرت كذا. شو هذا عجيب، وبتلاقي إنسان معك صار له 10 سنين بالمسجد نفس المعصية قائم عليها، وبتذبح صوتك بتقولها بتعيدها، ما عنده استعداد يغير. فبدأ قلب، بدأ قلب جاهز محروس يسمع فيستجيب. فالنوع الثالث وهو أفضلهم سريع الاستجابة دغري وبطيء أو منعدم التغير، ما بيتغير خلاص استقام استقام. بس الله يجعلنا وياكم من هؤلاء. والنوع الرابع يا أخواني في الله وهو يعني أفسده، الذي هو سريع التأثر بطيء التأثر وسريع الانقلاب، وهذا يا إخواني في الله من أفسد هذه الأصناف.
فالقلب السليم من علاماته أنه يحب مجالس الإيمان وينفر من مجالس غير الإيمان، وسريع البكاء وسريع التأثر. أربعة شو؟ سريع التأثر. إذا شفت حالك بمجلس فلان، طيب يمكن تقول لخي الشيخ عبد الكريم يمكن ما ضبط كلامه معي، طب خليني أشوف شيخ تاني، شيخ ثالث، شيخ رابع، طب القرآن، طب السنة، طب خطبي هون، طب خطبي هون، ولا عم يتحرك القلب، مشكلة مشكلة. فهون يا إخواني في الله لازم نراجع القلوب. طيب هذه العلامات. الآن بدنا نسأل شو الأسباب قبل ما نتكلم بالعلاج، بدنا نسأل شو الأسباب. طيب خي ممكن أنا يا شيخ لول اللي حكيته الأربع عندي، أنا اللي زمان مش باكي وعم بسمع كتير دروس مش عم بتأثر، وبحب أجلس بمجالس تانية ساعات، وإذا طولت بالمسجد بالداية، وعندي هالعلامات، بس شو السبب؟ ليش يكسر معي؟ السبب الأول يا إخواني في الله من أسباب قسوة القلوب، بنسمع كثير عن الذنوب بس ما بدي أتكلم عن الذنوب، بدي أتكلم عن عدم سرعة التوبة بعد الذنب. الدليل دغري عشان نحن ما نطول، اللي ببين لك فعلا ليش القلب يصير أسود، ليش بينتكس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا، إيش صار؟ نكت في قلبه نكتة، نكتة هي نقطة باللغة العربية اسمها نكتة، نكتة سوداء، هو كان أبيض في نقطة سوداء، فإن تركها. هون بيت القصيد، لأنه كلنا عندنا ذنوب بلا استثناء من بعد رسول الله، كلنا مذنبون، بس الفرق بين المذنبين شو هو؟ إن واحد بيذنب وبيبكي، واحد بيذنب ويضحك، واحد بيذنب وبيستر، واحد بيذنب وبيتصور، واحد بيذنب وبروح بيبكي وساجد، واحد بيذنب ومش فارق معه، واحد بيذنب وبقول انا عارف حالي اذنبت وشو بدي اعمل، واحد تاني بقول لك شو لك معي حر بدي اذنب وبدي ضل وما حدش له معي. هالفرق بين اثنين. مش عم بتكلم عن الذنوب، عم بتكلم عن ما بعد الذنوب. نكتت فيه نكتة سوداء فإن تركها نكتت نكتة أخرى وأخرى وأخرى. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يصبح القلب أسود مرباد. مرباد كانون الفحم، بس تحط الفحم فيه، بس ما يدوب الفحم بصير كله رماد، فيه له شيء مش مبين، فيه شيء مرباد منكس. قال صلى الله عليه وسلم: كالكوز، الكوز يعني كوباية المي، مجخيا يعني مقلوب، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا. بتجي الآيات تضرب وبتروح، مش جاهز، مش مقلوب لا يعلق، بالعكس، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا من أعظم أسباب قسوة القلب ترك آثار الذنوب بغير محو. عشان هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يخطئ كان في كل يوم يستغفر الله أكثر من 70 مرة. فأنا وإنت كل يوم بأذكار المساء في عنا أقل القليل، بتمسك مسبحتك بتتوجه للقبلة، بتطفي تليفونك، ما بتقعد مع حدا، وبتمسك المسبحة أستغفر الله، وحط قلبك قدامك وعم بتراجع 24 ساعة. ممكن اليوم بالشغل أنا أخطأت، ممكن مع أمي، ممكن مع بيي، ممكن مع صديقي، ممكن مع أخي، ممكن مع أختي، مع ابني، مع ابني، بالمعاملات، بالمعاشرات، بالنظرات، بالسمع، باللسان، فعم بتعدون وحدة وحدة. أستغفر الله. أنت شو عادة تعمل؟ مطلع القلب، عمل عملية جراحية وماسك المحايا عاد تنظف. هاي أول نكتة سوداء محيطة، تاني نكتة سوداء، ثالث نكتة سوداء، فبترجعه أبيض، بعدين بتحطه بتقطب بتعيش. تاني يوم نفس الأمر، الصبح بتفيق، استغفر الله، امبارح بالليل عملت شيء صار معي شيء، بتستغفر. بتقضي نهارك قبل المغرب تقعد تستغفر، فعندك عملية جراحية للقلب الصبح لتنظف ذنوب الليل، وعندك عملية جراحية للقلب قبل المغرب لتنظف ذنوب النهار. وأذكار المساء، وأنا بعرف كثير الملتزمين بيشكوا من هالمسألة، بيعمل أذكار الصباح وما بيعمل أذكار المساء. ليه؟ لأنه أذكار الصباح بكون فايق بعده فاضي، وغالبا ما في كثير ذنوب بالليل، ولكن بنهارك بتخطئ، فلا بد من أذكار المساء وبالذات الاستغفار. أول سبب من أسباب قسوة القلب
ترك المعصية. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شو قال، عشان تشوف انه مش قصدي انا الذنب، الاستماع على الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته كم جمعة؟ 3 جمعة. طب ليش يقول النبي 3 جمعة؟ شو النتيجة؟ طبع على يعني قسوة قلب. النبي شو قال؟ 3. طب ليه مش أول مرة؟ قال لأن الله يعطيك فرصة، إذا أخطأت أن تعود، وإذا أخطأت أن تعود. مش المشكلة يا أخواني نغلط، والله كلنا بنغلط. المشكلة هذا القلب القاسي اللي ما عنده استعداد يقعد يندم، تركها مش فارقة معه، بيعمل ليه مش عم تصلي الجمعة؟ كورونا وما كورونا هلا بدي والله نفكر نعملنا شي درس أو محاضرة أو خطبة جمعة بس عن مش عارف كيف، بس بحط العنوان التنبلة ما بعد كورونا بدي أسميه. شو هذا؟ شو الناس شو فيه؟ قال والله كورونا يا أخي فهمنا، كان قبل والله في شيء معين وكان في حالة ممكنة تنبلع، أما الآن مرت المسألة وين الأمر؟ صحيح ما زال موجود شيء وتزداد وتقل الأعداد، بس الناس تماشت مع الموضوع، هجرت الناس المساجد، في ناس صار لها 6 أشهر مش مصلي الجمعة يا أخواني، أنا رأيته وسمعته وأنتوا بتشوفوا بين الناس، في ناس صار لها 1 أو 2 سنين مش مصلي الجمعة وكان صار له 20 سنة ما بيترك الجمعة. شوف أما بلاء إجى عليه، بلاء، البلاء بيميز الحق من الباطل، بيميز الغث من السمين، بيميز الصادق من الكاذب. 2 سنين مش فايت على الجمعة. دكتور ذكرنا فيها عمان الله يستر خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 3 جمعة، طبع الله على قلبه. حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم من سهام إبليس، سهم على القلب يعني، لأنه هو المستهدف. من تركها لله، يعني نظر ثم ترك فاستغفر، يعني نظر، بس أتبع النظر بالترك والاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام، شوف سؤال، قال: أورثه الله تعالى حلاوة يجدها في قلبه. هذا القلب السليم ولا حدا شايفه، تليفون بإيده، لابتوب أمامه، ولا حدا في الكون مطلع عليه، نفسه سولت له ينظر، فتركها لله، غض الطرف لله. فقال صلى الله عليه وسلم: يجدها في قلبه حلاوة غير حلاوة العسل، غير حلاوة اللحم، غير حلاوة السمك، غير حلاوة الأكل، حلاوة خاصة من الله، مش بتشوفها بلسانك، بتشوفها في قلبك. فإذا يا إخواني في الله، اللي بيتساءل طب شيخنا ليش قلبي سليم، بقول له دير بالك ما عندك سرعة توبة، بترجع تعيد عندك نمط التوبة، وتدلك دائما هيك منكسر، منكسر دائما حاس حالك مذنب. هيك كانوا الصحابة، اللي هو عندهم صفة اسمها صفة الخوف، مع الرجاء طبعا بس في خوف، لو رجل اليمين داخل الجنة الأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله، لو نادى ربنا في الناس كلهم في الجنة إلى رجل لظننت أنه أنا. هذا أبو بكر وعمر عنده حالة خوف. السبب الثاني من أسباب قسوة القلب، شوف يا إخواني، عدوى الروح للروح أسرع من عدوى البدن للبدن. بدنا نسأل الأطباء، بنقول لهم يا أطباء في شي مرض بينتقل بالبصر؟ في؟ ما في، يعني في مرض إذا شفت طلعت فيه بيصير عندك؟ طيب مرض الروح في، إذا بتطلع على إنسان مريض الروح بتتأثر منه فبتمرض بمرضه. فعدوى الروح للروح أفتك وأسرع من عدوى البدن للبدن، هذا كلام العلماء، كلام الفقهاء. عدوى البدن للبدن بإذن الله من أسبابها التماس، من أسبابها اللمس، من أسبابها انتقال الجرثومة إن أذن الله بذلك، بدأ تماس. ولكن عدوى الروح ممكن ما تلمس أحد، ولكن بمجرد أن رأيته، صاحبته، مشيت معه، وإن كان بينك وبينه مسافة، بمجرد أنك صاحبته أخذت منه. فمصاحبة القاسية قلوبهم تقسي قلبك. أغلب نهارك مع مين قاعد؟ مع اللي جول كلامه دنيا 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 دنيا، ما عم بتكلم عن الكلام بالحرام،
عم بتكلم عن اللي بيتكلم كل وقته بالدنيا، شغله الشاغل، إذا أكل وإذا شرب وإذا فاق وإذا نام وإذا كيف ما برم، عم بيتكلم في الدنيا، فقلبه قاسي وانت قاعد ملزق فيه وقاعد معه، فبدك يقسى قلبك. بالمقابل أنا حأذكر الأسباب ودور العلاج. بالمقابل الجلوس مع أهل القلوب اللينة بلين قلبك. افتح كتاب رياض الصالحين، الإمام النووي جعل باب اسمه باب مجالسة الصالحين وزيارتهم، وأول حديث في الباب حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: ذهبت أنا وأبو بكر إلى أم أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليها فسلمنا عليها، فقلت لأنس: هل زرنا أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها؟ قال: اذهب بنا. فذهبنا إلى أم أيمن فدخلنا عليها، فعندما رأتنا تذكرت رسول الله فبكت. شو بقول سيدنا أنس أو سيدنا أبو بكر؟ أم أيمن شو بتقول؟ سيدنا أنس بقول إنه هي قالت، قالت: والله ما أبكي لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. لسه أنا ما جبت الشاهد من الحديث. شو الشاهد من الحديث؟ حدا حافظ الحديث؟ قال: فهيجتهما على البكاء. يعني أنس وأبو بكر ما كانوا عم يبكوا، راحوا عند وحدة بتبكي اللي هي أم أيمن، قلب سليم، قعدوا معها فبكيت فبكوا. هل أنت تقعد مع واحد بكاء؟ كنا قاعد بحلقة التعليم، كنا خارجين أحيانا قاعدين بحلقة التعليم، بدأ يقرأ المتكلم، يقرأ علية الإيمانيات، واحد صار يبكي، اللي قاعدين حده بشوفه عم يبكي بعيد عنه، بيكون مثل هون وهنيك، شوفه عم يبكي فبيطلع بالأرض فبصير يبكي، صايرة معنا بنشوفه بصير يبكي. نص اللي بيبكوا برمضان لأنه اللي حده بكي. هذا مش حرام يعني، أنت أصلا هاي البيئة الجماعية إنك أنت بتتأثر، إذا اللي حدك يتأثر بتتأثر، وإذا اللي حدك فاسد بتفسد، إذا اللي حدك نافع بتنفع، وإذا حدك خربان بتخرب. قال: فهيجتهما على البكاء، عدوى الروح للروح سريعة. حدسك ساعة عن خشوع في الصلاة أنا هلأ، ويقوم واحد منا يصلي صلاة خاشعة وانت بس عم تتفرج على من بعيد، والله غير تخشع. شو الصلاة هاي؟ شو مرة أنا خرجت مع واحد بالهند هندي، إخواني تكبيرة الإحرام بدنا معه شي دقيقتين هيك هيك طرافي. يعني كل السنين اللي درستهم بالأزهر وكلية الشريعة وخروجات ولا شيء أمام هالمنظر، بس سريع أسرع علاج للقلب مصاحبة القلوب السليمة أو مصاحبة أصحاب القلوب السليمة، وأسرع فساد للقلب مصاحبة أصحاب القلوب الفاسدة. سريع رقم واحد شو قلنا؟ من أسباب قساوة القلب شو؟ الذنوب بغير سرعة التوبة. رقم اثنين صحبة أصحاب القلوب الفاسدة. ثلاثة شو من أعظم أسباب قسوة القلوب؟ الإكثار من المباحات. المباحات ما بتكلم حرام، الإكثار من المباحات مثل شو؟ أكل، شرب، نوم، ضحك، مزح، لعب، شمت هواء، ظهرة، مطعم، زواج، أقصد الزواج يعني لا حياء ولا خجل في هذا. حتى العلماء قالوا كثرة إتيان الزوجة مقسي للقلب، كثرة إتيان الشهوات بإطلاقها، نساء، طعام، شراب، منام، شهوة حلال، كثرتها تقسي القلب، لأن العلاقة بين القلب والبدن علاقة عكسية، فكلما أعطيت البدن ما يريد كلما قسى القلب. جاي عبالي صندوش، ايش بنقوش منقوش، شاور من هون، طوق من هون، برجر من هون، مش عارف شو من هون، كوكتيل من هون، أشطة من هون، كل ما بيجي عبالي شيء برهوم ضبط له شيء. شو فيه يا أخوان في الله؟ بيخرب القلب. هذا مش كلامي، كلام سلف الأمة. سلف الأمة كان المربين، دائما المربين اللي عندهم تلاميذ إذا جاء إليه تلميذه يعلمه ترك المباحات، عشان هيك سيدنا عمر كان مربي، فشاف ابنه أو سيدنا جابر عم بيأكل لحم مشوي فقال: ما هذا يا جابر؟
أو يا عبد الله قال اشتهيته فاشتريته. إيش عمالي؟ شو حرام يا عمر؟ ليش عم تمنعني؟ قال والله اشتهيته اشتريته، وكلما اشتهيت اشتريت، وإن شاء الله نفسك كل ما تطلب شيء بتجيب له. طب ليش عم بتقول لك يا عمر؟ قال لأنه هذا يفسد القلب، هذا بيخلي القلب مفسد، والأمور متتابعة. كثرة الطعام تؤدي لكثرة الشراب، كثرة الطعام والشراب تؤدي لكثرة المنام، كثرة المنام تؤدي لقلة الأعمال، قلة الأعمال تؤدي لفساد القلوب، وكثرة الجلوس على الأكل والشرب تؤدي لكثرة الكلام، وكثرة الكلام يؤدي لكثرة الضحك وكثرة اللهو. بصير عنده يومي لازم جلسة أكل، سهرة عشاء، سهرة كوكتيل، قعدة غدا، بصير عنده هذا عادة. مش حرام يا إخواني بصير، بس نعمله ضوابط، ضوابط اضبط اضبط. ليش دائما صحابي كان يخافوا أن يكونوا ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام وقت ما كان يجلسك جلسة، كان مرة جوعان، أم ظهر لأ أبو بكر جوعان، أم مشي ولا عمر جوعانين، قال له نشو اثنين، قال له جوعانين، قال له أنا جوعان تعالوا نشوف. أم واحد اسمه أبو هيثم من الصحابة راحوا لعنده، أم دق الباب، أم أم هيثم قالت مش موجود أبو هيثم، فعرف أنه النبي عليه السلام، عرفت أنه النبي على الباب، فقلت له ادخل. فجلست في فناء الدار ونادت لأبو هيثم حتى يأتي، فجاء أبو هيثم فقال له يا رسول الله جئتنا فنذبح لك. فالنبي قال إياك والحلوب، يعني ما قالوش لا اذبح، بس ما تذبحش وعد بتحلب عشان دار تستفيد منه. فجاب هاللحم المشوي والرز والمنسف والمش عارف شو حطه، أم أكل النبي وأكل أبو بكر وأكل عمر، بس خلصوا. فقال النبي عليه السلام أخاف أن نكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. خلينا بس نتهنى فينه شوي رسول الله، لسه ما لحقنا شبعنا، تذكرنا هلا النار وصير حنبكي. فدائما في دائما هنالك شيء، أكلت بأكل مثلا شوي أغلى من اللي بيأكلوا الناس، رفهت حالك شوي، لازم يكون عندك شعور يا الله أنا معقول أسأل يوم القيامة، يا رب اغفر لي، يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يا رب هذا منك، يا رب نحمدك. دائما هذا الشعور لازم يكون موجود، ولا كثرة طعام، كثرة شراب، كثرة زواج، كثرة منام، كثرة له ضحك، بعدين يقص القلب. قال عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك يا بزر، ورد هذا عن النبي أو أثر عن سيدنا الحسن، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي حديث آخر يا هذا لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن وسائل إخواني في الله تليين القلب، قال عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه رجل يشكو إليه قسوة القلب قال امسح على رأس اليتيم، امسح على رأس اليتيم. والآن يا إخواني بسبب الأزمات العالمية والحروب اللي عم يعني تشن في العالم كثر اليتامى. روحوا على المخيمات، ذا لا يا شيخ حمزة، روح على المخيمات تفرج على الأرامل، روح على المخيمات تفرج على اليتامى. طيب إذا المسلمين ما اهتموا باليتامى مين يهتم فيهم؟ هؤلاء لهم حق على كل مسلم الذي فقد أباه بظلم ظالم بقتل قاتل، لابد أن تروض نفسك أن يكون عندك يتيم تكفله. لو كل عيلة تكفل يتيم يا إخواني، وأنا كلمني أحد الإخوة من سبحان الله يكفل يتيم، قال يا شيخ والله ما تصدق الرزق اللي إجاني بعد كفالة اليتيم. يكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جرب، ما تجرب الله، أنت جرب نفسك، ابحث أنت عن يتيم، ويتيم صدقا يتيم فعلا يتيم وابدأ فقد حاجات واعطيه، وشوف كيف اللي عم بتطلعهم حيجوك ترى بعشرة، وحتحس بلين القلب. عم تسأل كيف لين قلبك؟ أن تمسح على رأس اليتيم، أن تأخذ بيده، أن تحنو عليه، أن تعطيه من المال، هذا يرقق القلب. اثنين، أن تجلس مع المساكين. كنا الثلاثة الماضي بجولة بالبلد، عندنا جولة انتقالية على المسجد الكبير كل ثلاثة، فطلعت أنا وخالد وثلاث أربع شباب، لا أنا وشاب،
البيت متر بمترين. أخواني مش عم بالغ والله، كنا بنطلع ثلاثة أربعة وتقول له للأمير لا خلينا نطلع اثنين لأنه البيت مساح. كنا باقي اللي قاعدين عليه اثنين وهو قاعد بوجنا بس. متر بمترين، سقف واطي، مطبخ مترين بمتر نفس الشيء، حط فيه الغسالة، حط فيه الغاز، حط فيه الفرن، حط فيه مش عارف شو، وغرفة النوم مترين بمترين. بس فاتت زوجته عشان يستقبلنا، فات قعد بغرفة النوم لأنه المطبخ مفتوح على الغرفة وفي الحمام، الحمام بقلبه. فبس تطلع بتحس بلين بالقلب، بتحس هالقسوة القلب بلشت تمحى. فوتنا عبيوتي يا إخواني في الله بالبلد عنا، مش عم بحكي بأفريقيا أنا، ببلد المجاعة، بالبلد بصيد البلد القديمة، في خلاء عزكم الله بقلب غرفة، في عالم قاعد بغرفة وهالغرفة فيها الخلاء وفيها المطبخ وفيها النوم وفيها الأكل وفيها الطبخ وفيها الشرب وفيها كل شيء، والخلاء عبارة عن زاوية بلبه برداي. زيارة المساكين، زيارة الفقراء، تنزل من بيتك لو كان 4x5 متر. شو قال لي الشاب اللي تحت؟ قال لي شيخ عم تقطع الكهرباء كل صيدة، ولكن انتو اذا قطعت عندكم الكهرباء بتطلع البرندة تفتح الشباك، نحن اذا قطعت عندنا الكهرباء ما فيش منفس، بدنا نطلع برا البيت نقعد على البحر على الكورنيش لحتى تنفس. هو اللي عم زوره قال لي شيخ ابني صار يبكي بالليل، طلعته الساعة 12 بالليل، رجعت انا وياه الساعة 4 بالليل على البيت. هيك بلين قلبك. سئل احد الصالحين عن كيفية تليين القلب، قال منذ كم زرت المقابر؟ قال منذ زمن بعيد. قال كيف لا يقسو قلبك؟ امتى اخر مرة غسلت جنازة؟ ما بتعرف حضرت غسيل، ما بتعرف شهدت تكفين، ما بتعرف حمل جنازة، ما بتقدر مشيت بجنازة، ما قدرت شهدت جنازة، وما تروح على المقبرة عشان عيب صاحبنا وجارنا وشو بدي يقول، ولا معقول فلان ما اجا خليني روح امشي، مصيبة فساد النوايا. منروح عشان فلان فما متأثر، والله بتفوت على المقبرة ما حدا بيقول دعاء، عم يضحك وعم يمزح مع صاحبه بيطلع على المقابر ما حدا بيقول دعاء. اذهب الى المقابر غير وقت الجنائز، رور السيارة لحلق وطلع الصبح، صف السيارة على جنب وتمشى بالمقابر وتأمل، عد لك نص ساعة ساعة تأمل في القبور، عندك قريب زوره وسلم عليه وادعي له وتأمل بالمقابر وتحدث معهم. جهزتوا حالكم لما تمشوا؟ كنتوا عارفين بوقت الفراق؟ كنتوا مرضى؟ كلكم كبار بالسن ولا فيكم شباب؟ فيكم لحى سود ولا كلكم لحى بيض؟ فيكم صغار وفيكم كبار؟ عاد تكلم مع المقابر مرة بعد مرة مرة بعد مرة بلين القلب. انظر للحفرة، انزل للحفرة، شوف الدود، شوف البرغش والدبان، شوف الروائح، شوف اللحد، شوف التراب كيف بده ينحط، كيف بده ينلف ويتكفن ويوضع في القبر تحت اللحد. قلب لين. وكذلك ما قبل الأخيرة، زيارة المرضى بالمستشفيات. يعني هو أخواني أخواني من أكثر أسباب تلين قلب الحركة، الحركة الحركة. شالوا الشباب اللي بتروح الزيارات وجولات، فوت على واحد مقطوع أجريه، واحد المقطوع أيديه، واحد بغسل كلاوي، واحد معه سرطان، واحد معه أمراض، كيف تظهر؟ كيف تظهر؟ تظهر قلبك عم يبكي. طلعوا مرة، طلعنا على دار السلام، طلعوا دار السلام شوفوا اللي تركينهم أبنائهم وبناتهم، شوفوا الكبار في السن المرميين في دار السلام كيف وضعهم، كيف تبكي بس تقعد معهم، كل واحد يحيك تبكي. هذا بلين قلب. زيارات، جولات، زيارات مقابر، زيارات فقراء، زيارة مساكين، زيارة مرضى، مجالسة صالحين، وأخيرا الدعاء. دعاء يا رب قلبي، يا رب قلبي بإيدك. سيدنا عمر كان يقول اللهم إني غليظ عندي قسوة قلب فليني. هذا سيدنا عمر عم بقول هيك، شو بده لنا وانت؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا ربي لا تزغ قلوبنا. شوف قديش في أدعية بالسنة عن القلب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكله إله، قل يا ربي قلبي بإيدك مش بإيدي، يا ربي استودعتك قلبي فلا تجعله قاسيا، اجعله لينا مستعدا لأن يتأثر بكلام الله وبكلام رسول الله وبمجالس الذكر والإيمان. مستعدين يا إخواني في الله؟ مستعدين نطبق اللي حكنا يا إخواني؟ إذا ربنا وفقني ووفقكم لتطبيقه، هنيئا لكم بقلوب هينا لينا سهلة،
تتأثر بما تسمع من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما سمعتم من كلام أمانة في أعناقكم أوصلوه لأهليكم وإخوانكم ومن تعلمون من أصحابكم وأصدقائكم. فالناس يا إخواني تشكو من هذا المرض، مرض قسوة القلب، فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم بذلك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.